بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أيها الزملاء والطلاب الأفاضل. ونحن نتحدث في موضوعنا حول الإعداد والتقديم، وكالمعتاد نبدأ بمحاضرة الإعداد. وكما قلنا سابقا ونقول بأن الإعداد والتقديم مرتبطان ببعضهما، كما هي كل المهن الإعلامية داخل المؤسسة مرتبطة بعضها بالبعض الآخر، وهذا ما يتطلبه العمل الإعلامي، وهو سر النجاح في تقديم الرسالة الإعلامية. وتحدثنا طويلا بسمات ومميزات المعد، وبالمقابل سمات ومميزات المذيع، وذكرنا الكثير من المواصفات والمتطلبات التي يجب أن تتوفر في الإعداد من ناحية اختيار الموضوع ابتداء، وتحديد الهدف وتحديد المصادر، والانطلاق إلى عالم كتابة السيناريو الخاص بالمادة المعدة بالكامل، وتهيئة كل ظروف نجاحها والوصول بها إلى المرحلة الأخيرة لتعطى إلى الرأي العام عن طريق المؤسسة الإعلامية، وعن طريق الوسائل التي تبث هذه المعلومة. هذا هو تمهيد الحقيقة لموضوعنا اليوم. وذكرنا في كل المحاضرات السابقة والمراحل السابقة جملة من المهارات التي من الواجب أن يتحلى بها أو يتصف بها معد البرامج. وقلنا أنه يعني موضوع الكتابة، أو يعني مواضيع أخرى متعلقة باللغة، بطريقة نقل الرسالة، طريقة التفاعل، طريقة جمع المواد، طرق كثيرة ومهارات كثيرة تتطلبها مهنة أو اللون الإعلامي الذي يتصف به معد البرامج. وفرق بين أن نذكر فقط يعني ما هي السمات لمن يسمعها منا، أو أن يقرأها أو يبحث عنها في وسائل البحث المتاحة على الإنترنت أو المصادر الأخرى ويقرأها، وفرق بين من يتعلمها، أو أن نركز ونقف عند كل مهارة على حدة. وهذه يعني المتبقي من النصف الثاني إن شاء الله من الكورس الذي نقدمه عن طريق أكاديمية الدراسات الإسلامية والإنسانية، نركز فيه في الجزء المتبقي على كل مهارة على حدة. تحدثنا في المحاضرة السابقة عن مهارة التفكير، لأنه يعني أي مرحلة من مراحل الإعداد أو الكتابة أو تناول أي موضوع من مواضيع الحياة ليس في الإعلام فقط يبدأ بالفكرة. ولهذا ركزنا في المحاضرة السابقة على مهارة التفكير، بعد أن كنا ذكرناها كسمة من السمات التي يجب أن تتوفر في المعد أو في مقدم البرنامج. أما اليوم فسنتحدث عن مهارة الكتابة الإعلامية والصحفية، وهي مهارة من دون شك تعتبر من المهارات الأساسية، بدونها لا توجد أي مادة للإعداد ولا توجد أي مادة للتقديم، بل الكتابة هي الأساس الذي تعتمد عليه كل المهن المتعلقة بموضوع الإعلام. بل الكتابة أسست للحضارات وأسست الحقيقة للحياة، لأنه بدون الكتابة لا نستطيع نقل ما يجول في داخلنا من أفكار. والبداية حقا كانت يعني بعد ربما الإشارة أتت موضوع الكتابة واعتمدت، ولا يمكن أن نتحدث عن مرفق من مرافق العمل الإعلامي دون الحديث عن الكتابة. الكتابة في الإعداد والكتابة في التقديم، حتى المخرج عندما يؤسس لبعض الأشياء لديه يعني ما يوثق به خطوات عمله. إذن يعني مهارة الكتابة من الضرورة أن تكون موجودة، فكيف عند المعد الذي أو قسم الإعداد الذي يعتمد اعتمادا مباشرا وكليا على طريقة الكتابة، فكيف نتعلم مهارة الكتابة؟
وكما هو معلوم الكتابة لا تأتي عن فراغ، يعني ليس كل إنسان قادر على الكتابة، وأنا أقصد ليس كل إنسان قادر على الكتابة أنه ليس معناه أنه لا يعرف يعني كتابة الكتابة العادية أو الحروف أو تركيبات الحروف، لا، الكتابة الإعلامية أو الكتابة أو الأسلوب في الكتابة لضابع أو للون من ألوان الحياة الذي يعتمد على الفكرة ونقل الأفكار عن طريق الكتابة. فالكتابة تأتي عادة يعني في أكثر الدراسات، بل ثبت الأمر على هذا، أن الكتابة تأتي بعد مهارات معينة. من البداية علينا عندما أو قبل أن نشرع بموضوع الكتابة أن نفهم بأن الكتابة هي تفريغ لمعين موجود فيه مادة. المادة تأتي عن طريق القراءة، يعني ابتداء يعني القراءة، استنباط الأفكار، القراءة وتخير أنواع يعني ما نقرأه أو ما نريد قراءته، يعني من خلال واقعنا الذي يدور حولنا، من خلال يعني فتح آفاق معينة من المعارف عن طريق قراءة يعني ما هو أبعد عن محيطنا لاكتشاف آفاق العالم. وبعد هذه يعني المرحلة اللي هي مرحلة القراءة، من المفترض من يقرأ أن يعالج موضوع القراءة عن طريق يعني التحدث والحوار والحديث، ربما مع طرف واحد بلقاء وجاهي أو بالمجالس أو بالمؤتمرات أو حضور المؤتمرات. يعني هذا التفاعل الموجود يعني ما بعد القراءة يثبت المعلومة، لأنه القراءة مهمة نعم جدا لتكوين الفكرة، ولكنه ليس كل ما تقرأه أنت قادر على استخدامه في الوقت المناسب، إذ أنه يعني تأتي موضوعة هل لديك القدرة على الحفظ من ما هو منتقى من أجمل ما قرأت لكي تطبق هذه الملكة عند الكتابة. إذن الكتابة تتطلب مجموعة مهارات فيما قبل أن تكتب لكي تكون الكتابة جادة ومؤثرة. ولهذا نقول يعني نقول أنه يعني مهارة الكتابة الإعلامية والصحفية تمتاز بلون خاص، هي ليست كأي كتابة، لأنه يعني هنا تأخذ طابع المهنية. أنت عندما تنقل كلام معين يعني من مكانه إلى المكان الإعلامي، يفترض أن تكون هناك مهارات بالكتابة أولا، ومهارات بالكتابة الصحفية والإعلامية بشكل آخر. لذلك قلنا تأتي مهارة الكتابة بعد أن نكون قد تعلمنا مهارات الحديث، فبها يعني بالكتابة نستطيع عرض أفكارنا والتعبير عنها بوسيلة لا تنسى على مر الأيام والسنين، لأنه عندما نكتب شيء من المفترض أن نكون مقتنعين بما نكتب، والقناعة عادة تدفع إلى تبني هذا ما قرأناه وما كتبناه، فيؤدي إلى حفر هذا الموضوع في الذاكرة ويبقى للاستخدام في المجالات أو في الآفاق الأخرى المستقبلية. لذلك يعني الإعلامي الناصح، الإعلامي الذي يفهم طريقه في الإعلام، يجب عليه عندما ينتج عملا معينا أن لا يكون قد مر عليه مرحلة ونسيه، لأنه مرحلة البناء متطلبة في الإعلام التراتبية في عملية الكتابة أمر مهم جدا. وهذا ليس في الإعلام، طبعا في كل مجالات الحياة، ولكننا نتحدث عن الإعلام باعتبار أنه الإعلام هو عبارة عن مخزون معرفي ومخزون ثقافي ومخزون علمي يستدعى في الأوقات المناسبة، لأنه في حالة عدم الحفظ وعدم الاستفادة مما كتبنا سنكون في كل مرة أمام جديد نبحث عنه ربما ولا نجده بالطريقة الجيدة. ولهذا يفاجئك الكثير ممن عملوا سنوات في مجال الإعلام ويسألك مثلا عن الموضوع، كيف أبحث عن الموضوع الفلاني، كيف أكتب، أو يعتبر في كل مرة كأنه هو في حالة جديدة من الارتباك والتخبط. هذا هو نتيجته يعني عدم الانتماء لما تكتب، عدم حفظ ولو شيء مهم مما كتبت أو مما قرأت. هذا الأمر يعني يرشحك يعني من موضوع تبني المعلومة ومعرفة المعلومة وحفظ المعلومة، سواء كانت يعني مثلا أو كانت بيت شعر أو آية قرآنية أو يعني طرفة أو أي شيء. طبعا هذه التراتبية هي بالنتيجة ستكون الدافع الحقيقي والتي تمنحك القدرة
على الكتابة وعلى التواصل وعلى التألق والازدهار في المجال الإعلامي. إذن بالكتابة نستطيع عرض أفكارنا والتعبير عنها بوسيلة لا تنسى على مر الأيام والسنين، وهي أكثر أمانة على النص من الحديث الشخصي. فبالكتابة توثق الأشياء، هي غير الحديث. ربما أحدنا يتحدث يعني حديث في مجلس معين وانطوى أثر هذا الحديث بعد أن تفرق المجلس، وأن كانت هناك طبعا يعني ما هو موثق من الأحاديث عن طريق التسجيل، لكنه التسجيل هو ليس كالكتابة. الكتابة تنفعنا يعني كما قلنا بأمانة حفظ النصوص، وتسمح لنا كذلك بالرجوع إلى المعلومات في أي وقت نشاء بشكل واضح، إضافة إلى أنها تصل بفاعلية أكثر إلى الجمهور باعتبار الكتابة أنت قادر على أن تتوسع في موضوع الكتابة وتذهب بها إلى آفاق يعني كثيرة من الجمع، فبها يعني تصبح يعني وضعت الكتب ووضعت المعارف ووضعت الملخصات ووضعت المقدمات ووضعت يعني مصادر اللغة ومصادر المعلومات، كل شيء وضع بالكتابة. لذلك يجب علينا أن نعتني بهذا الموضوع باعتبارنا نتصدى للكتابة في مجال الإعلام، وكيف بالمجالات الأخرى التي تعتمد بالأساس على الكتابة. ولولا أن ما انكتب من قبلنا في بهذه الكتب القيمة التي وصلتنا اليوم لما كنا في دائرة المعارف. حتى وإن تغير يعني تتغير ظروف الزمان، طبعا يعني لا يمكن تغير بعض الأحكام بتغير الأزمان مع الاكتشافات الجديدة التي هي موجودة، لكن هل هذا يعني أننا نطلق الأحكام على سبيل المثال يعني على عواهنها، أو أنها سائبة، أو أنها يعني لا تعتمد على أصول؟ هذا الأمر قطعا من الخطأ، لأنه حتى في تطور اتخاذ أو يعني استنباط الأحكام هو نحن نعتمد بالاعتماد الأساسي على الأصول. ولهذا يعني نقف تحية وإجلالا وإكبارا وترحما على من كتبوا، ولهذا يعني ننشط مهارة الكتابة لدينا، لأن مهارة الكتابة هي الحقيقة الدافع الكبير للازدهار في مجال الإعلام. إذن هنا نقطة أخرى، تعتبر مهارة الكتابة هي أساس العمل الإعلامي في كل عناصره، لأن عناصر الإعلام وأدواته ووسائل الإعلام متعددة، ولا يمكن للون أو عنصر من عناصر الإعلام أن يتخلى أو أن تكون الكتابة خارج ملعبه أبدا. المقال الصحفي، الحوار الصحفي، الخبر، التحقيق، التقرير، الكتابة الإذاعية، شتى أنواع قوالب البرامج الإذاعية، الكتابة التلفزيونية بكل أنواعها، حتى الدراما اللي موجودة يعني نتابعها في التلفزيون أو السينما أو أي مكان من الأماكن الإعلامية الأخرى أو التي تنتمي إلى علم الإعلام والاتصال، ستكون الكتابة هي الأساس في هذا الأمر. لذلك يجب علينا أن ننمي هذه المهارة. وأنا كما أشرت لكم يعني ربما يسأل أحدكم مثلا كيف ننمي هذه الفكرة، أنا أقول يعني من حكم التجارب وحكم يعني دراستنا واختصاصنا، الكتابة لا تأتي في المرحلة الأولى حتى عندما نريد أن نكتب برنامجا معين، لأن ليس من الطبيعي أن أجي وأجلس مباشرة على مصادر المعلومة وأبدأ أكتب في الموضوع، لا هو ليس هذا الأمر. أنا أستطيع يعني أن أنتج مادة بهذه الطريقة، ولكنها ستكون هذه المادة متكلفة بالتصنع الحقيقة يعني. أما الكتابة الحقيقية هي تأتي من المخزون يعني الذي يحصل عليه المهني الصحفي الإعلامي المهني من مجمل مرافق الحياة، من تجربة سابقة من القراءة والحديث وحضور المؤتمرات والندوات كذا، سيكون عنده مخزون كبير، هذا هو المخزون الذي يدفع إلى التطور في الكتابة. وهناك مهارات الحقيقة يعني يجب أن تستمر أحيانا يعني نلاحظها في أنفسنا، يعني تأتي مواسم يعني نمر بمواسم الكتابة، يعني نستخدم موضوع الإبداع والكتابة ونقل المحتوى الفكري والمهارات الأخرى التي تعلمناها أو سمعناها عن طريق القراءة أو الحديث وننقلها إلى كتابة معينة قد ننجح فيها، لكنه سر النجاح هذا لا يبقى ولا يدوم إلا مع الاستمرارية. يعني يجب على الصحفي
أن تكون مادته حاضرة حقيقة، أو أن تكون ذهنيته عالية وقادة في استنباط الأشياء التي يريد كتابتها. أما الكتابة التي يعني البعض يطلب أن يكون يعني كاتبا على قاعدة الفراغ الفكري والذهني، أو عدم يعني سلوك طريق القراءة السابقة في شتى العلوم والمعارف التي هي من المطلوب على الصحفي أن يكون مطلعا عليها أو على جزء مهم منها، ويأتي ما بعد يعني ما بعد القراءة يأتي موضوع الحديث والنقاش يعني مع أفراد قليلين، مع جماعات كبيرة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عبر وسائل التواصل الجماهيري اللي هي الإذاعة والتلفزيون. هذه تثبت المعلومة يعني بالأساس، ومتابعة الإعلام وسائل الإعلام تثبت المعلومة. ثبات هذه المعلومة هو الذي يرشح الإنسان لأن يكون كاتبا وقادرا على الكتابة أو التلوين أو التجويد في موضوع الكتابة، لأنه الإعلام هو يعني بالنتيجة مهنة وتميز وتنافس بنفس الوقت. إذن يعني تعتبر مهارة الكتابة الأساس في العمل الإعلامي، وتدخل في كل عناصره وأدواته ووسائله، مثل المقال الصحفي والحوار كما أشرنا، الحوار الصحفي والخبر والتحقيق والتقرير، وكذلك الكتابة الإذاعية والقوالب في البرامج التلفزيونية وحتى في موضوع الدراما. إذن لاحظنا يعني ملاحظة واضحة بأن الكتابة هي يعني محور النشاط أو محور التميز في مجال الإعلام، وهي مهارة يجب تعلمها، وليس يجب فقط، يعني من الضرورة على المؤسسات الإعلامية أن تنظر إلى أنه إلى أن رجال هذه المؤسسة من الطبيعي بل من المفترض بل من الواجب أن يكونوا قد تمتعوا أو يتمتعون بالطريقة الجيدة في الكتابة، لأنه الكتابة تمثل الحقيقة، الرسالة الحقيقية التي سنتحدث عنها يعني بعد قليل ضمن هذه المحاضرة. يعني كيف مهم للكتابة أن تكون على درجة عالية من الجودة، وما هو حدود وصول الكتابة أو انطلاق الكتابة من ذهن كاتبها إلى مستقبلها. فنقول هنا القواعد العامة للكتابة الفعالة، يعني هي ليست أي كتابة، يعني هناك الكتابة العادية، هناك الكتابة العادية يستطيع أي إنسان أن يكتب، يعني أن يكتب ما يريد من مواضيع، لكنه نحن نقصد الكتابة الفنية الفعالة التي تتخصص بها الألوان الإعلامية، لأنه بالكتابة الجيدة أنت تذهب لكي تخاطب الرأي العام، والرأي العام كما تعلمون أو تخاطب الجماهير، أنت تفترض أنه الجماهير، وهي ليس افتراضا وهي واقع حال يعني فيها العلماء وفيها الخبراء وفيها البسطاء وفيها النساء وفيها الرجال وفيها الأطفال، أنت بالنتيجة خطابك الإعلامي سيكون، وإن كان يعني يحرص عادة تحرص أدوات العفو وسائل الإعلام لأن تكون محددة إلى جمهور معين، وهذا نحن يعني ما نسميه الإعلام التخصصي، ذكرناه في بدايات الذكر في العام الماضي، هنا ذكرناه أنه الإعلام التخصصي أنه ما بين الإعلام السياسي، الإعلام الاجتماعي، الإعلام الرياضي، الإعلام الذي يختص ببرامج الأطفال أو ببرامج النساء أو كثير، هي التخصص يعني الإعلام التخصصي فيه فروع كثيرة، لكنه حديثنا اليوم عن القواعد العامة للكتابة الفعالة. ومن هذه القواعد أو القاعدة الأولى هي موضوع الشمول، الرسالة المكتملة هي الرسالة التي تجيب عن الأسئلة الستة المعروفة. شمول هي إجابات، يعني ما معناه شمول هو يعني إجابات تزيل الغموض في عن المادة المطروحة إلى الرأي العام، لأنه المشاهد أو الرأي يبحث عن تساؤلات هذه الكتابة، ما الذي حدث، ماذا حدث، كيف حدث، لماذا حدث. هاي تسمى في عالم الإعلام اتفق على تسميتها بالأسئلة الستة المعروفة، من، ماذا، متى، لماذا، أين، كيف. هذه إشباعات موجودة أو رغبات موجودة لدى المشاهد أو لدى المستمع أو لدى القارئ. من واجب المعد أو الكاتب أو من يريد أن يدخل هذا المجال أو يهيئ نفسه للدخول في مجال الإعلام أن تكون لديه الفكرة التالية: عليك عندما تطرح المادة
إلى المشاهد أو إلى المستمع أو إلى القارئ أن تكون هذه المادة متمتعة حقيقة بجميع هذه الإجابات لكي تكون المعلومات كافية. وبعد أن تجيب عن هذه التساؤلات الموجودة تأتي المرحلة الأخرى لمن يريد أن يستفيض في عملية الشرح، لأن هناك لدينا المشاهدون الحقيقة ينقسمون إلى نوعين، نوع أو هو إلى أنواع، لكن ما يعنينا بالمشاهد الذي يتابع المادة المعينة أنه هناك من المشاهدين من يقرأ قراءة سريعة ويريد أن يمر مرورا سريعا بكافة الأخبار والمعلومات المتاحة في اليوم الواحد على سبيل المثال، فأحيانا ينظر إلى الخبر في بدايته. هذا الأمر تطور الحقيقة مع تطور وسائل الإعلام المتاحة اليوم ووسائل التواصل الاجتماعي، ولهذا كثرة ضخ المعلومات جعلت القارئ أو المتابع يريد أن يمر عليها جميعها بمرور سريع، فيأخذ الجزء الأول مثلا من الخبر أو التقرير. ولهذا وسائل الإعلام الآن أو طرق صياغة الخبر في العلم الجديد يعني أصبح يركز على المقدمة أو الجزء الأول من الخبر ويعطي فيه الكفاية المقبولة من التساؤلات التي هي موجودة. يعني من الممكن أن تقول على سبيل المثال نحن الآن في خضم موضوع انتخابات الأمريكية، نقول مثلا انتهت الانتخابات الأمريكية بموعد مثلا حد الموعد، انتهت الانتخابات الأمريكية بفوز جو بايدن يعني مرشح الحزب الديمقراطي، وكانت يعني وقد أعلنت النتائج في الساعة 9 صباحا من يوم الفلاني وفي المكان الفلاني. هنا أنت أعطيت هذه التساؤلات كاملة في الفقرة الأولى، تبدأ الفقرات الأخرى بشرح المعلومة أو الخبر، هناك استفاضة للتساؤلات أخرى، لماذا وكيف وما الذي حدث، هذه لمن يريد أن يأخذ أو يستزيد من هذه المعلومة. لكنه الإعلام كما أشرت لحضراتكم، الإعلام الحديث الآن أو طريقة تناول أو تداول أو استهلاك الأخبار اختلف مع اختلاف أو بروز يعني وسائل التواصل الكثيرة وازدياد المعلومات. لذلك تقرأ الجزء الأول من الخبر الفلاني والجزء الأول من الخبر الآخر والجزء هذه دفعت لأن يكون التغير الآن في موضوع طرح الأخبار، أن نتناول في الجزء الأول الأهمية أو التساؤلات الأولى في الخبر وتأتي الشروح في الأجزاء الأخرى. وهذا أصلا أو أيضا يصب في موضوع الكتابة، لأنه الخبر كتابة صح، والتقرير كتابة، والتحقيق كتابة، والبرنامج كتابة، يعني أي شيء أنت تقدمه كمادة إعلامية تقدم فيلم وثائقي، أنت تكتب فيلم وثائقي ويأتي من يقرأ هذا الفيلم ويأتي المونتاج تأتي يعني مهن أخرى متداخلة فيما بينها تشترك في إنتاج هذه المادة، ولكن الأساس هي الكتابة بالنتيجة يعني. طيب إذن موضوع الشمول كقاعدة أولى من قواعد أو القواعد العامة للكتابة الفعالة، والشمول نقول الرسالة المكتملة هي الرسالة التي تجيب عن الأسئلة الستة المعروفة: من، ماذا، متى، لماذا، أين، وكيف. طب بالمناسبة اسمها أيضا يعني تساؤلات الخبر الستة، يعني هاي طبقوها على الخبر لكي ينتج الخبر ويحرر بشكل جيد ويقدم إلى المشاهدين. من القواعد العامة للكتابة الفعالة تأتي النقطة الثانية وهي موضوع الإيجاز. الإيجاز وهي المرحلة الوسط بين الاختصار المخل والتطويل الممل، والعرب تقول البلاغة في الإيجاز. الإيجاز يعني أنت عندما توجز موضوع معين ليس معناه أن تختصره إلى حد تعمي على المعلومات وتحجب بعض المعلومات المهمة، لا، الإيجاز هو القدرة الفنية لإعطاء المعلومة بشكل قصير غير مخل ولا بشكل طويل ممل. لذلك تبقى موضوع الإيجاز هو مهارة، هو مهارة ليس الكل أن يمتلكها إلا حقيقة يعني بالمرور بمراحل ثقافية وعلمية ومعرفية جيدة.
ويعرف البدائل. أحيانا هناك مختصرات من الكلمات تعطي مدلولات كبيرة يجيد استخدامها من هم قادرون على أن يستخدموا المصطلحات وبدائل هذه المصطلحات أو الكلمات بشكل جيد عن طريق المراس، المراس بالمعارف، بالقراءة، بالحفظ، بالمشاركات، بحضور المجالس، بحضور الندوات، بحضور المؤتمرات، بالتفاعل. هذه الأمور يعني لا تأتي حقيقة جزافا أو أنها مادة تشترى، لا لا، هذه تراتبية ذهنية عقلية تمشي بطريق متوازي مع جميع المعارف التي يجهد الإنسان أو من يريد المعرفة يجهد نفسه الحقيقة عبر مراحل عمرية من التعلم. ولهذا عندما نحدث حضراتكم يعني من يعني يستمعون أو يشاهدون الآن أو من هم معنا في هذه الحلقة الدراسية، نقول يعني لمن فاته هذا الأمر ما زال وموضوع العلم لا يقف عند حد حدود العمر الحقيقة يعني، فمن فاته عليه أن يعوض هذا الأمر لكي تريد أن تصبح مثقفا عارفا مؤثرا في المجتمع. لك أسلوبك ولك طريقتك في الكتابة، عليك أن تتبع موضوع القراءة، القراءة وحسن القراءة، تستقي المصادر. وتحدثنا نحن عن المصادر كيف أننا نحصل عن المصادر، ولعلنا نتحدث عنها في مناسبات أخرى. فعلينا أن نجهد أنفسنا بالقراءة أولا، ونقرأ الحسن من الأشياء، وأن نتداول هذه القراءة بالحديث وبالمناقشات لكي ترسخ المعلومة في الذهن ويصبح جزء مما نقرأه أو مما نتكلم ونتحدث به مخزوف الذاكرة. وكذلك من المهم علينا أن ننشط الذاكرة أو أن نحفظ الأشياء المهمة الجميلة كما أشرت لكم، سواء في يعني في قراءة القرآن نحفظ ما نستطيع في القرآن الكريم، لأن الدلالة أو الاستدلال بالآيات القرآنية هي دليل من الأدلة، تعتبر دليل قطعي أنت قادر على أن تعطي يعني أشياء مهمة للمجتمع عن طريق يعني هذا المعين الإلهي العظيم. ونحفظ من الأحاديث النبوية الشريفة، ونحفظ من الحكم ومن سير يعني المسلمين، وكذلك ما نحفظه من ثقافات الشعوب والأمم الأخرى ما هو جيد يخدمنا. هذا يعني هذا الحفظ وهذه التراتبية في اختزان المعلومات تأتي في وقتها عندما تريد أن تكتب شيئا، لأنها ستكون المفتاح الحقيقي لجودة الكتابة. إذن من القواعد العامة للكتابة الفعالة موضوع الإيجاز، وأنا أشرت لكم يعني بأنه الإيجاز هو فن وهو مهارة يعني تتجلى عند صاحبها بقدرته على أن يختار الجميل من الكلمات المعبرة. رب كلمة معينة تعبر عن مجموعة من الكلمات تختصرها بكلمة معينة، هذا هو الإيجاز الذي يمتنع أو الذي يمنع ذهابنا كثيرا لإطالة النص، والإطالة المملة عادة تنفر القارئ وتنفر حتى المستمع. طيب، إذن نذهب إلى القاعدة الثالثة في مهارات يعني الكتابة الإعلامية، وهي حقيقة يعني إحنا قلنا هنا الشمولية والإيجاز، ولدينا الدقة. موضوع الدقة تعني الصواب في نقل المعلومات والأخبار وفي تحليلها. طيب، قبل يعني في الفقرة اللي قبلها اللي هي موضوع، أنا أشرت لكم في الفقرة اللي قبل الشمول وقلنا الإيجاز، ونأتي إلى الشمول والإيجاز والدقة. فالدقة تعني الصواب في نقل المعلومات والأخبار وتحديدها. ذكرت لكم قبل دقائق بأنه يعني موضوع نقل المعلومة وصدقية ودقة نقل المعلومة أمر مهم جدا بمواضيع الكتابة، لأنه عندما تريد أن تكتب للإعلام أن تكتب ما تشاء، يعني أحيانا الإنسان يجلس في بيته يكتب ما يشاء ويتداولها مع نفسه، يعني لا أحد رقيب
لسنا يعني بموقع الرقيب على أحد، لكنه الكتاب التي تكتب للرأي العام والتي تطرح على المشاهدين والمستمعين يجب أن تكون كتابة أمينة فنية. متى وكيف نحصل على هذا الأمر؟ ومن قواعد العامة للكتابة الفعالة هي موضوع الدقة بنقل المعلومات والأخبار وتحليلها، هذا الذي يعني يدفعنا مرة أخرى للحديث ولو بشكل موجز وسريع، ونحن تحدثنا عنه في سابقا بمحاضرة كاملة. إذن نقل المعلومات والأخبار بشكل دقيق يجب أن يتم عن طريق اتباع المصادر أو مصادر الحصول على المعلومة، المصادر الموثقة، لأنك في الإعلام عندما تعطي معلومة معينة يجب يعني أن أو من الأفضل أن تسندها يعني إلى مرجعها. أحيانا المعلومة يأتي إسنادها عن طريق فيديو متحدث، أحيانا أنت تكتبها وتقول تحدث فلان، أحيانا تعطي صورة وتعطي توصيفها، أحيانا تأتي بمعلومة وتقول هذا مرجعها. هذا الموضوع الذي يمثل الدقة في نقل المعلومات والأخبار يجود موضوع الكتابة، لأنه ستختلط فيها يعني أمرين، الأمر الأول المعلومة بحد ذاتها، والأمر الآخر تحليلك أنت بالنسبة للمعلومة. أنت ستكون تدور حول هذه المعلومة وتعطي أوصافها وتعطي تحليلاتها وتفسيرات هذه المعلومة، لكنك بالنتيجة أنت مستند على معلومة صحيحة. هذا هو موضوع الدقة. ونحن كما أشرنا بأنه المصادر ممكن تكون مصادر تتبع المؤسسة بمراسلي المؤسسة ومندوبيها، ممكن تكون مصادر من وكالات كبرى عالمية كما ذكرناها الأسوشيتد بريس، رويترز الفرنسية، الأنظول، وكالات عالمية أو وكالات الدول التابعة للحكومات الدول كما في مصر شين ألف شين، وكما في العراق وكالة الأنباء العراقية، وكما في السعودية أو ما تسمى وكالة الأنباء السعودية أو في سوريا. هذا يعني وكالات تعطي أخبار وتعطي معلومات، ولكن عليك أن تنتقي من هذه المعلومات ما هو يشبع جمهورك، لأنه كل متحدث بمجال الإعلام لا يتحدث يعني عشوائيا أو إلى فراغ. أنت يجب عليك أن تكون أو أن تدرك كإعلامي بأن رسالتك التي تريد أن تؤديها أو تلقيها إلى الآخرين يجب أن تعرف أو تعي إلى من تريد إعطاء هذه الرسالة، ما هي العينة التي تخاطبها على الأقل. يعني المسألة ليس بتحديد مع أن تعرفهم بأشخاصهم، لكنه النموذج القريب المتخيل ممن تريد أن تعطيه هذه المعلومة من يعني في عبر وسيلة الاتصال أو عبر المؤسسة الإعلامية التي أنت تنتسب في العمل إليها. إذن الدقة تعني الصواب في نقل المعلومات والأخبار وتحريرها، وهذا يأتي من ضمن القواعد العامة للكتابة الفعالة. بعد الدقة تأتينا الموضوعية. الموضوعية يعني تعني أو نمثل ذلك فصل الرأي الشخصي سواء للمذيع أو المقدم أو الضيف أو حتى يعني الكاتب في تقديم الحقيقة وتحقيق النزاهة والتوازن. هو الموضوعية في أنك تناقش الموضوع المطروح أمامك دون أهوائك. من الممكن أن تضيف آراء هي أساساً نابعة من ثقافاتك، لكن لا يجوز تحريف أو نقل الموضوعية من مكانها الأمين كمعلومة إلى موضوع مضلل، يعني تنقل أو تجري عمليات التضليل والتحريف على أصل المعلومة. هذا الأمر يعني يعتبر يعني خطأ ويعتبر زللا حقيقيا وتشويها لموضوع الكتابة. أنت تكتب عليك أن تلتزم بضوابط معينة، لأن هذه الضوابط التي التزمت فيها في الكتابة هي التي ستمنحك القدرة مستقبلا على أن تكون كتابتك ذات سمعة ومقبولية عند الآخرين. يعني بجهد الإمكان نلتزم بموضوع الموضوعية، ولكنه نذهب إلى النقاش إلى أبعد ما يمكن مع الاحتفاظ بأصل المعلومة في أو من مصدرها دون تشويهها، لأن هذا ينافي أخلاقيات الإعلام الحقيقة. طيب، لدينا أيضا النقطة الأخرى التي هي البساطة. فنقول يعني
الكتابة البسيطة هي التي يسهل على الجماهير استيعابها وفهمها، فكلما أصبح النص سهلا في القراءة والتحدث به كلما تقبله الجمهور أكثر. فعلا يعني هناك كان مصطلح بدري لماذا نستخدمه لكنه موجود في وسائل الإعلام، يقول الكتابة المقعرة، يعني ثقيلة صعبة. هذه هي حقيقة ألا يتقبلها المشاهد. الكتابة المطلوبة بالتعامل مع المشاهد ومع المستمع ومع القارئ أن تكون سهلة ميسرة، هي أن تكون يعني محافظة على قواعدها التي نحترمها، قواعد لغتنا التي نحترمها الحقيقة. لكن هناك وسنبقى نحترمها، لكن هناك موضوع يعني نأخذ الكلمات الرشيقة البسيطة سهلة التناول والمعرفة والتداول، هذا يقربك حقيقة يعني من المشاهد. وفي كل شوف نلاحظ أنه كل مؤسسة كذلك لها لون وطبيعة بالخطاب الإعلامي. أنا عندما أتحدث على سبيل المثال مع شخص متخصص بعلوم اللغة والأدب، لا بأس أنه نتحدث بلغة عربية يعني عالية مع استخدام الشاهد والدليل يعني من عصور معينة، ربما حتى هذه الكلمات لم تعد متداولة لكنه نعيدها ونتذكرها لكي نعرف يعني ماذا قدم الأولون. هذا الموضوع موضوع آخر. أنا الآن متخصص أتكلم يعني باللغة العربية مثلا بالفترة ما قبل الإسلام، فترة الجاهلية، وبعد فترة ما بعد الإسلام، صدر الإسلام، فترة العصور القريبة. كل عصر وكل زمان يعني له لون معين، لكن تبقى لغة الإعلام هي اللغة العصرية المتداولة يعني، لكنها يجب على أن تلتزم كذلك بحدود ما هو مقبول وغير منتقد. فالكتابة البسيطة هي التي يسهل على الجماهير استيعابها وفهمها، فكلما أصبح النص سهلا في القراءة والتحدث به كلما تقبله الجمهور أكثر. يجب أن يراعي كاتب المقال هذا الأمر، يجب أن يراعي كاتب أو المحرر هذا الأمر. ومن واقع التطبيق الفعلي بالمناسبة جاء وقت طرحها، أتذكر أننا كنا نعمل في إحدى المؤسسات العربية، كان مجموعة هناك مجموعة من المحررين، هناك يعني بين هؤلاء المحررين من هم أساتذة الحقيقة، أساتذة كبار بالأدب العربي وبالمعارف، ربما كانوا يعانون الحقيقة من إلى أن يعني من موضوع استخدام اللغات السهلة، لأنه أساسا هو مشبع يعني باللغات والمعارف العالية. أحيانا هذا الأمر يعني يجعل من يمتلك القوة المعرفية العالية واللفظ وكذا، أحيانا يعني تجده يعني مختلفا قليلا عن اللغة الإعلامية الموجودة أو المتداولة. لكن واقع الأمر يعني يفرض عليك أن تكون يعني أن تستخدم البساطة بالكتابة. طيب، ولدينا أيضا موضوع من القواعد العامة للكتابة الفعالة، الوضوح. الوضوح طبعا عادة يكون في الشكل والمضمون. الشكل هو البناء، يعني عندما نريد أن نكتب الخبر لدينا قواعد بناء الخبر، كيف نبني الخبر شكلا، يعني كما يعني يسموه مثلا، هل هو بطريقة الهرم المقلوب، بطريقة الأهمية، بطريقة طرق، يعني هناك طرق كثيرة بكتابة الخبر نلزم بها شكلا. التساؤلات، هل نجعل تساؤلات مثلا من، ماذا، يعني بحسب تسلسلاتها مثلا، لماذا، أين، كيف، يعني إلى أن نصل إلى نهاية هذه التساؤلات، هذا يعتمد على شكل في ترتيب الخبر أو المعلومة. وكذلك في موضوع البرنامج عندما نريد أن نتبع موضوع الشكل، فإننا نطبق يعني السكريبت اللي نكتبه، هذا الورقة اللي نضع فيها يعني الفقرة الأولى والمشهد، ما يقابلها أو ما يقابلها صورة أو ما يقابلها من صوت، يعني هذه الورقة التي تستخدم في موضوع نقل المحتوى للمادة البرامجية وتسطيرها بشكل يعني
منسق ومنظم ورقة البرنامج، ورقة إعداد البرنامج والتي نسميها السكريبت يعني. يجب أن تكون واضحة، هذا الوضوح من ناحية الشكل، من ناحية المضمون كذلك لدينا قواعد يجب أن نتبعها ولا نزيغ عنها، مضمون اللي هو المعلومة، مصادر المعلومة، من أين نأتي بالمعلومة، كيف نلقي المعلومة، ما هي المعلومة، ما هو العلم، ما هي المعاني، يعني هناك يعني متعلقة بموضوع الكتابة، يعني مضمون معنى الكتابة التي نتناولها من الضرورة أن تكون واضحة، لأنه من أساسيات الكتابة الحقيقة أن تكون واضحة، لأن المتلقي غير مسؤول مثلا عن متابعة أمر غير واضح، المتلقي مدلل بالنتيجة، هو لديه وسائل كثيرة ووساط كثيرة يدخل على أي مكان من الأماكن، لكن كيف عليك أن تتواصل مع المستقبل الذي أنت تريد تتواصل معه بهذه الطريقة، أن تكون كتابتك على درجة من الوضوح. عندنا من القواعد العامة للكتابة الفعالة المناسبة، وهي موافقة اهتمامات الجمهور المتابع للبرنامج، أن يناسب أنت تكتب ما يناسب جمهورك. أنت في مصر، في مصر يعني معتني بموضوع معين يخص من هم في يعني في الداخل المصري، يكون خطابك يعني عادة مناسب، والاهتمامك في بالجمهور هناك. أنت في أي دولة، يعني أنت في المغرب تكتب يعني للعينة التي أنت تريد أن توجه لها الخطاب، فيجب أن يكون اهتمامك مناسبا لاهتمامات الجمهور، أو أنك تريد أن تتحدث إلى العالم عبر قناة يعني مفتوحة بلغات مختلفة تخاطب العالم، تتكلم بلغة عالية، تخاطب استراتيجيات عالمية والمصالح الدولية والمصالح، تتكلم بلغة أخرى، هذا هو أنت تتكلم على سبيل المثال لدولة تتكلم اللغة العربية، خطابك باللغة العربية، بالتركية خطابك باللغة التركية، هذا هو الأمر الحقيقي، لأنه ليس من الطبيعي أن تكون كل القنوات ومصادر المعلومات والأخبار ودور النشر كذا كلها تتكلم عالميا وتتكلم إلى الرأي العام العالمي، ليس هذا ممكن. أحيانا تتكلم بقناة، لو جئنا إلى موضوع الإعلام التخصصي، وهذا من الإعلام يعني من أصعب ما يكون، لأنه أنت راح تكون تتخصص بخصوصيات يعني العينات اللي موجودة، أنت تتحدث إلى برنامج أو قناة مخصصة للأطفال، تتكلم يعني هذه القناة هي للأطفال، فكل برامجك هي تحاكي عقل الطفل، الإنتاج الذي ينصب عليه الجهد الإعلامي هو ما يحاكي رغبات وميول واتجاهات الأطفال، لذن هنا يجب أن تكون المناسبة حاضرة، مناسبة خطابك، مناسبة الرسالة التي تطلقها عبر خطابك التلفزيوني أو الإذاعي أو الصحفي، مواكبا أو مطابقا لرغبات العينة التي تريد أن تخاطبها، سواء كانت للطفل أو المرأة أو للسياسيين أو للشباب أو للرياضيين أو للزراعيين، أو هذا ما نلمسه وما نعرفه في موضوع مهم، وهو موضوع يعني الألوان الإعلامية أو الإعلام التخصصي. طيب، هناك أيضا من القواعد العامة للكتابة الفعالة الإيجابية، وهي الروح الإيجابية التي يلمسها الجمهور في برنامجك وشحن المشاعر بالطاقة. الإعلام، رسالة الإعلام الحقيقة رسالة مبشرة بالنتيجة، هي رسالة معلوماتية، ولكن الهدف الأساسي منها أنت لا تريد أن تدخل على الناس وتنكد عليهم حياتهم، أنت بالنتيجة تريد أن يعني أن تقدم شيئا يخدم الإنسانية، يعطي البهجة، الراحة في نفوس الناس جهد الإمكان، يعني بعيدا عن الأخبار واجبة البث إذا كانت طبعا فيها الكثير من المآسي الموجودة اللي تمر بها الأمم، هذا أمر آخر، لكنه الهدف العام أنه يجب أن تكون يعني عادة من الأفضل أن تكتب يعني يعني بنفس يشعر به القارئ بأنه على درجة من الانبساط والراحة لما تكتب، هذه من الواجبات يعني المهمة، يعني خطاب الناس يعني بما يسعدهم، أو البحث بالنتيجة عن المعلومات أو عن المواد التي تبعث السرور في نفوس الناس، انه بالنتيجه
الناس تتابعك لكي يعني تجدوا ما تبحث عنه يعني مريحا للنفس. ومن القواعد العامة للكتابة الفعالة الأخرى، هي كثيرة الحقيقة يعني، لكن يعني اخترنا هذه الأمور، هو موضوع التأكيد طبعا. وأنا لا يعني لا يفوتني أن أشكر يعني أن أذكر الحقيقة يعني بعض المراجع التي نطلع عليها، كان من الكتب المهمة اللي هو الكتابة والحوار التلفزيوني دكتور وليد الحديثي، فيه من المعلومات القيمة ما استفدنا منه الحقيقة، وهو أستاذ كان في الإعلام ببغداد وعمل في اليمن وعمل في قطر وفي بعض الدول المهمة الحقيقة. هناك كتب كثيرة من المهم أن تطلعوا عليها. فالقواعد العامة للكتابة الفعالة هنا فقرة 9 يقول التأكيد وهو إبراز المعاني القوية ذات الدلالة ولكن بحذر ودون تكلف. المعاني القوية ذات الدلالة اللي هو أحيانا الإنسان هو التأكيد أساسا تستخدم يعني، أو التوكيد أو التأكيد نستخدمها بالنتيجة إحنا يعني للتوكيد أو تمتين المعلومة، نؤكدها لأهميتها، ولهذا يعني يجب أن نستخدم أدوات التأكيد سواء على دلالة معينة بإعادتها بتكرارها بوضعها ما بين يعني قوسين، يعني أشياء تؤكد لك أنه أنا أريد أن أسترع انتباهك، أقول كأنني أريد أن أسترع انتباهك إلى موضوع معين فأؤكده عليه. هذا التأكيد هو من القواعد التي تعطي متانة أحيانا للمعلومة أو المعلومة التي أنت تريد أن تؤكد عليها، وهي ميزة في الكتابة أو تجويد الكتابة الحقيقة. لدينا كذلك من القواعد العامة للكتابة الفعالة وهي تقنية الكتابة، تقنية الوسيلة عفوا، وهو توافق الكتابة مع المعايير التقنية للوسيلة الإعلامية. فالكتابة للصحافة تختلف عن الكتابة للتلفزيون وتختلف عن الكتابة للإذاعة. هذا أمر كثيرا ما أكدناه في محاضراتنا السابقة، عندما نريد أن نكتب لكل وسيلة إعلامية فإننا يعني نقف عند حدود معرفة هذه الوسيلة، لأنه فعلا تكتب أنت للصحافة يعني تستطيع أن تذهب مثلا بعيدا في موضوع إلى درجات متقدمة بإضافة معلومات كبيرة حول أي موضوع من المواضيع وإدخاله في موضوع التحليل وإدخاله. هذه كتابة صحفية، والكتابة الصحفية المحاضر فيها أقل من ناحية صياغة الجملة أو تركيب الجملة القصيرة، لأنه أنت بالصحافة عندما تقول مثلا وقد التقى رئيس الدولة الفلانية كذا 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 وبعدين تطيل بالأوصاف، فأنك تحتاج الفعل مرة أخرى التقى بعد أن ابتعدت عنه بالكتابة الصحفية حتى إذا لم تعيد كلمة التقى أو إذا كانت الجملة الاعتراضية طويلة أو الوصفية أو كذا، ليس هناك مشكلة كبيرة قدر ما هي موجودة مشكلة هذه في موضوع الإذاعة أو في موضوع التلفزيون، لأنه أنت لا تستطيع أن تعيد الجملة، يعني عندما يقرأ المذيع الجملة فإنه تخطاها وتعداها لا يعيدها عليك يعني. وكذلك في موضوع الإذاعة، الكتابة الإذاعية مختلفة عن الكتابة التلفزيونية، مختلفة عن الكتابة الصحفية. والكتابة أيضا بالإذاعة تختلف عن التلفزيون يعني. الإذاعة بالنتيجة أنت عندما تكتب للإذاعة أو تقرأ نص في الإذاعة فإنك تقرأه أو فإنك تقرأ هذا النص بطريقة مخالفة لقراءتك في التلفزيون، قد تكون قراءة تلفزيونية أكثر نبرية وحادة معينة تساعدها الصورة، لكن في الإذاعة أنك أنت تستميل أذن المستمع إليك بالتلوين، زيادة التلوين، طبيعة الإيقاع في القراءة. هنا أنت تناولت موضوع الكتابة التي تناسب القراءة الإذاعية واستخدمت الكتابة التلفزيونية لما يناسب المشاهد. لماذا؟ لأنها أساسا تكملها الصورة الموجودة، يعني أنت تكتب، إحنا نقول في التلفزيون نكتب للصورة، أحيانا أنت تقول مثلا يعني تستمع مثلا تتكلم وقال ومثلا
وقال سيادته أو وقال كذا وتعطي العلم هذه الدولة، فأنت أشرت إلى هذه الدولة فيما أكد كذا. يعني استخدام الضمائر أحيانا يخدمك في التلفزيون لأنه أنت تستخدم الصورة يعني لتعبر عن يعني الضمير الذي أنت أردت أن تشير إليه. إذن تقنية الوسيلة تفرض كاتب لونا أو شكلا معين من الكتابة، ولكن من هو الذي يجسد هذا الأمر؟ من يجسد هذا الأمر حقيقة؟ الكاتب صاحب القدرة على التعامل مع كل وسيلة من هذه الوسائل. فنعود مرة أخرى فنتحدث إذن عن المهارات وزيادة المهارات في الكتابة، وعلينا يعني عندما نأخذ مهارة يعني كل في كل محاضرة مهارة من هذه المهارات، فإننا حتما ندرك أننا أخذناها في البداية كتسطير للمعلومات. كنا نقول بأن المعد يجب أن يتمتع بمهارة الكتابة، والمعد يجب أن يتمتع بمهارة البحث، والمعد يجب أن يتمتع بمهارة التفكير، ذكرناها كشروط وسمات، لكن اليوم نتحدث عنها يعني كيفية الحصول على هذه المهارة. وفي كل مرة نقول بأنه المهارة يعني ونؤكد عليها، المهارة تأتي من التكرار، الكتابة، التحدث، تداول المعلومة، الحفظ. أحيانا أنه أنت يعني عندما تقرأ لمدة ساعة كاملة مثلا يعني قراءة عشوائية، لكن عندما تلخص مثلا هذه الساعة بمقطع معين للحفظ، ترشحه للحفظ، فإنك سيرسخ في الذهن وسوف تستخدمه أنت في حديثك، تستخدمه في كتاباتك، تستدعيه مباشرة. ليس من الطبيعي أنه أنت في كل مرة تذهب لتأتي بالمثل والشاهد يعني إذا كانت معلومة أو بيت من الشعر أو مثل، تذهب إلى مصادر المعلومة، قد تذهب إليها وأنت لم تؤسس قاعدة ثقافية فكرية علمية، فتختار قد تذهب إلى ويعني إلى النت على سبيل المثال الإنترنت، وتذهب بمعلومة أو بيت شعر لا يناسب، أو لأنه أنت أساساً عقلك الثقافي التفسيري غير مؤهل يعني لأن تأخذ هذه المعلومة بشكلها الجيد، فقد تذهب إلى الرديء مما هو موجود لا سمح الله على وسائل على النت، وتستخدمه كشاهد، وبذلك قد تكون قد ساهمت بإفشال المادة. لذلك القراءة والمعرفة، مهارة القراءة والكتابة والتحدث، هذه المهارات واجبة الاتباع والتفير، بل واجبة الحصول، بل يجب أن يكون من يعمل في المؤسسات الإعلامية قادر على أن يوظف كل هذه المهارات لخدمة التزامه ولخدمة عمله الإعلامي. طيب، إذن فالكتابة للصحافة تختلف عن الكتابة للتلفزيون، وتختلف عن الكتابة للإذاعة. لدينا موضوع الآن نتحدث به يعني الذي هو يعني الكتابة ضمن دائرة الاتصال والتواصل، وهو الجزء الثاني من هذه المحاضرة. يعني تحدثنا عن المهارات والمميزات التي يجب أن تكون يعني مرافقة للنص الكتابي المكتوب للإذاعة أو للتلفزيون أو للصحافة، والطريقة كما أشرنا في الجزء الأول من المحاضرة بأنه يأتي مع كل لون من ألوان الكتابة. الكتابة للتلفزيون تختلف عن الكتابة للصحافة، الصحافة نفس الصحافة، هناك خبر وهناك خبر وهناك مقال وهناك تحقيق، وهناك كل لون من هذه الألوان له طريقة من طرق الكتابة. إذن علينا أن نفهم عندما نتحدث عن الكتابة للصحافة أو للإعلام أننا أمام معطيات كثيرة جدا ليس من السهل الوصول إليها، ولذلك نحن نأسف عندما يعني يقول يعني البعض يروج لعبارة الإعلام مهنة له، كيف يكون ذلك وهي المهنة التي تخوض وتتعامل مع عواطفي ومشاعري وقلوبي وأفكار الأمم، وهي قادرة على تغيير الرأي العام. ولهذا ليس من الطبيعي وليس من السهل أن نلحق كل من كتب كلمتين على أي وسيلة من وسائل التواصل سواء فيسبوك أو تويتر قال أنا كاتب. الكاتب هناك ضوابط معينة تنطبق على الكتاب، هي مهنة لا تتحصل بسهولة، لها قواعدها ولها آفاقها طبعا. ولذلك سنأتي بهذا الجزء يعني أو هذا المحور من
في هذه المحاضرة، فنتحدث فيه عن الكتابة ضمن دائرة الاتصال والتواصل. هذا أمر مهم جدا لننتبه إليه رجاء. طيب، ما معنى قولنا الكتابة ضمن دائرة الاتصال والتواصل؟ الاتصال، الاتصال حقيقة كذلك تطرقنا له يعني بمحاضراتنا السابقة كشاهد يعني لعملية أو لوجوب فهم هذا المصطلح اللي هو عناصر الاتصال، لكننا اليوم نعطي المهارات أو نعطي الطرق الواجبة للحصول على مهارة الاتصال. إذن الاتصال هو عملية التفاعل بالرموز اللفظية وغير اللفظية، يعني رموز لفظية اللي هي موضوع الكلام والاستماع إلى هذا الكلام وموضوع الإشارة، الرموز اللفظية وغير اللفظية بين طرفين أحدهما مرسل يبدأ الحوار، كوجودي الآن مثالا على سبيل المثال، أنا مرسل لدي معلومة معينة أريد أن أوصل هذه المعلومة إلى حضراتكم سواء من هم معنا يعني ضمن الدائرة الاتصالية أو ضمن هذه المحاضرة من هم في القاعة أو في موجودين عبر الأونلاين ومن يتابعني كذلك على اليوتيوب بعد أن تنشر هذه الحلقات أو إلى أي مكان تصل. إذن هو عملية التفاعل بالرموز اللفظية وغير اللفظية بين طرفين أحدهما مرسل يبدأ الحوار والثاني مستقبل الذي هو حضراتكم يكمل الحوار. والاتصال بمعناه الفني هو عملية توعية قصدية تهدف إلى إثارة استجابة نوعية لدى المتلقي بغية التأثير فيه نفسيا وعقليا وسلوكيا. أنا أريد أن أنقل رسالة إلى شخص معين يعني يجمعنا مجلس، فبالتأكيد أنا أريد أن يتفاعل مع معلومتي، أريد أن أؤثر عليه من خلال المعلومة التي أقولها له، أو أنه أنا أرغب حقيقة أنا أود هذا المقابل وأريد أن أعطيه المعلومة ربما يعني لأضع أو لأغير سلوكا معينا يعني أراه مهما، فهل سيتقبل يعني المقابل؟ أنا أتحدث مثلا، هل يتقبل هذا الشخص المقابل الذي يجمعه المجلس معي؟ هذا يعتمد على فن قوة إيصال المعلومة. هذا هو علم الاتصال، هو عملية التفاعل بين طرفين، بين مرسل وبين مستقبل، وبين المرسل وبين المستقبل هناك أدوات وعناصر أخرى تستخدم في تنشيط وصول هذه المعلومة. إذن هنا قلنا تهدف المعلومة إلى إثارة استجابة نوعية لدى المتلقي بغية التأثير فيه نفسيا وعقليا وسلوكيا ومعاونته على اتخاذ موقف محدد. كذلك فإن هذه العملية أي العملية الاتصالية تهدف إلى خلق جو من الألفة والاتفاق بين المصدر الاتصالي والطرف المستقبل، وبالتالي تحقيق المبدأ المطلوب وهو وقوع فعل تبادل المعلومات بين الأطراف المتصلة. لاحظتم هنا إن هذا المقطع يعني يفسر لنا المعلومة أو العلم الذي نريد أن نوصله بشكل موجز وواضح، وهو موضوع الكتابة ضمن دائرة الاتصال والتواصل. إذن أنا لماذا أكتب؟ وأنا ماذا أريد من هذه الكتابة الحقيقة؟ ولمن أريد أن أوصل هذه الكتابة؟ أنا أريد أن أوصل الكتابة الإعلامية والصحفية إلى جهة معينة، هذه الجهة من الممكن أن تصلها المعلومة بشكل جيد فتستقبلها بشكل جيد ويكون الراجع واضح أنه بشكل جيد، وهناك من تصل إليه المعلومة أو تصل معلومة ولا يتفاعل معها، يسمعها ولا يتفاعل معها، وذلك لرداءة الكتابة، طريقة الكتابة. لذلك الكتابة ضمن دائرة الاتصال والتواصل أمر مهم جدا، تجويد هذه الكتابة، إعطاها صفة الكتابة المهنية لكي تصل إلى الجهة التي نريد الوصول إليها أو التي نريد أن نخاطبها. طيب، فنأتي إذن إلى فقرة أخرى بهذا الموضوع. نقول الكتابة ضمن دائرة الاتصال والتواصل، نقول فالاتصال يشير إلى الفعل المتحقق من خلال شخص أو أشخاص عبر التسلم والتسليم للرسالة الموجهة من قبل المرسل، ولكي
ولكن هذه الرسالة تمر بمراحل وخطوات إعلامية مهمة. الرسالة، إذن تحدثنا عن المرسل، يعني قلنا يجب أنه المرسل كجزء أساسي من 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 عناصر هذه الرسالة يجب أن يتمتع بالقدرة يعني على الكتابة وعلى العطاء وعلى التفاعل ويمتلك المهنية في مجال الإعلام. هذه من الأساسيات. يعني رجاء من يدخل إلى الإعلام عليه أن يفهم بأنه هو شخص مهني، هو شخص غير اعتيادي، هو انتقل من البيئة الطبيعية الحياتية إلى بيئة العمل. بيئة العمل تفرض عليه أن يتمثل نفسه ويقول دائما أنا مرسل معلومة، أنا أعطي معلومات، أنا عملي في الأخبار والمعلومات، أوصل المعلومات إلى الناس، أنا موجه رأي عام. هذا الحديث من يعني حديث الإعلامي عن نفسه التخيل. ولهذا دور المرسل ليس من السهولة. مرسل أنت تعطي المعلومات إلى الناس، تغير في آرائهم وفي أفكارهم. هنا يعني تصور أو معرفة من أنت، أي لون من ألوان الإعلام أنت تقدم، هذا هو الأمر يعتبر من الأمور المهمة. ولذلك نقول يعني هنا الكتابة ضمن دائرة الاتصال والتواصل نأتي إلى مرحلة المضمون، لأنه الرسالة تحتوي على مضمون. هذا المضمون كيف يكون مضمونا إعلاميا ناجعا واضحا قادر على أو مهما يستحق أن ننقله إلى الناس؟ فالمضمون يعني هو الحقيقة المضمون الفكري، وهو مجموع المعلومات والأفكار، كما أشرنا أنه يعني معلومات والأفكار التي تحاول الحصول عليها لأجل كتابة موضوع ما، أو التي يضعها المرسل في رسالته للتعبير عن مقاصده. والمعلومات هي التي يتألف منها الاتصال. اتصال بدون معلومات ليس له معنى، اتصال يعني بدون يعني خبر أو حدث ليس له معنى. أنت ماذا تريد أن تنقل بالإعلام؟ تريد أن تنقل المعلومة أو خبر أو حدث معين. لذلك يعني يأتي موضوع المضمون من أهم الأهميات. بدون مضمون، بدون معلومة، بدون علم، ليس لدينا ما نقوله بالإعلام. يعني نترك هذا المجال ولا نسميه إعلاما. إذن هنا يعني تحديد المضمون أمر واجب. تعرف المعلومات، قصدي المعلومات التي يتألف منها الاتصال، عادة أي شيء يؤدي إلى تبديد الجهل والتقليل من عدم المعرفة. أنت بالأساس هدفك يعني أنه أنت تريد أن تعلم الناس، إذ من الناس الذين يجهلون هذه المعلومة، يعني يجهل، فأنت تبدد جهلهم بهذه المعلومة بإعطاء المعلومة. ونحاول قدر الإمكان كإعلاميين تقليل مسافة عدم المعرفة، مساحة عدم المعرفة، لأننا نريد أن نشغل الناس بمعارف جيدة. ولهذا يدور الإعلام ما بين أمرين، ما بين الأخبار والأحداث وما بين المعارف. ومجموع الأخبار والأحداث عبر يعني تداولها تزيد من درجة المعرفة. وهكذا فإن مضمون يعني الكتاب الذي نقرأه يعني المعلومات التي وضعت بين دفتيه، هذه المعلومات التي نجدها في الكتب. يعني كنا نحمل الكتب زمان، الآن الكتب تقرأ أكثر شيء على يعني على النت. المعلومات الموجودة في هذه الكتب والنتائج والأحكام التي توصل إليها الكتاب، هناك من كتبوا قبلنا، كتبوا وأفاضوا في موضوع المعلومات والكتب والقواعد والأصول. ولهذا احنا كيف نتعامل مع هذه المضامين، كيف نكتب مثلهم، كيف نواصل رسالة الكتابة، هذا هو الجيد بالمضمون. وبدون يعني مبالغة، يعني إذا قلنا مع فيض المعلومات الكبيرة اليوم لكنه جودة الكتابة أقل، هذا سؤال كذلك مهم. لماذا؟ لأنه مع هذا الفيض الكبير والسيل من المعلومات قلل من موضوع الدقة والتركيز. هو يعني زاد يعني من عدد نوافذ المعرفة، نعم، وأعطاك جملة من الأخبار أو جملة من الأخبار كثيرة، أسواق من الأخبار، لكنه نرجع إلى موضوع الكتابة المتأنية المعتمدة على الأصول الحقيقية العلمية والنظريات العلمية، كان قد كتبها من سبق بشكل جيد. هذا ليس معناه أنه ما نقوم به يعني هذا ما يقوم به الشعوب في كل زمان هو شيء طبعا عظيم بتواصل المعارف، لكننا نشدد بين فترة وأخرى بأننا نحتاج
إلى أن نضبط إيقاع كتابتنا مع وجود هذه الثورة من الاتصالية العالية، ثورة في عالم الاتصال، حتى سمي يعني يسمى هذا العصر الذي نحن فيه يسمى عالم الاتصال. طيب، والأخبار التي تذيعها وسائل الإعلام هي أصلاً يعني هي أصلاً المعلومات التي تدور بين الناس كانعكاس لشؤونهم المختلفة في عالم متغير وسريع وحافل بالأحداث. ويمكن تعريف الأخبار بأنها المعلومات التي تنشرها وسائل الإعلام عن الأحداث المختلفة وتذيعها على الجمهور، وللمضمون مقومات أهمها الدقة والوضوح والتوسع والحداثة، تحدثنا عنها وهذه يجب أن تتبع، وكل ما هو وارد من هذه التفصيلات والسمات والنقاط والخصائص، كل هذه الأمور أمور يجب أن نعرفها لنتحدث فيها، وليس لها أي معنى بعد أن عرفناها إذا لم نطبقها. يعني نقول بأن هنا بأن الكاتب يجب أن يكون على درجة من المعرفة باستحصال المصادر، قلتها، وماذا؟ ليس لها معنى إلا إذا حصلت على مهنة، على مهارة البحث والحصول على المصادر. وفي هذا الأمر يجب أن ندخل في مرحلة التدريب وفي مرحلة التجريب والعمل، وكذلك أي مهارة من المهارات الأخرى. ليس المطلوب مني أن أفهم فقط عندما يقال لي اشرح هذا الأمر، طبعا شرحت هذا الأمر، لكن التنفيذ العملي، اكتساب هذه المهارات هو الموضوع الأساس. إخواني، الآن العالم يتجه أكثر من أو يندفع أكثر أو يكاد يهجر موضوع الأكاديميات والذهاب إلى الدراسات الأكاديمية، إلى الدراسات إلى المهارات، إلى اكتساب المهارات. المهارات الآن يعني العالم حافل أو يدفع بكثير يعني باتجاه اكتساب المهارات للوصول إلى الأعمال. كل منا يريد أن يتعلم لكي يعمل ويسعد، لأنه الناس تعمل لتسعد لا لتشقى بالنتيجة. يعني فعليكم اكتساب هذه المهارات اكتسابا حقيقيا. يعني عندما نريد أن نقول بأن الكاتب يجب عليه أن يكون على درجة جيدة من الثقافة، يعني يذهب فيقرأ فيحفظ فيكتب، هذا هو التطبيق العملي الحقيقي الذي نرجوه يعني من حضراتكم. كيف يعمل، كيف يكتب؟ عليه أن يقرأ ويختزن معلومة، عليه أن يجرب الكتابة باستخدام القلم، أن يكتب هناك خواطر، أن يكتب بيتا من الشعر، أن يحفظ آية قرآنية فيرددها فيقولها فيفسرها، فهذا هو التطبيق العملي الحقيقي، وأن يدخل في خضم مجال العمل. يعني هو ليس قول فقط، وإنما هي مهارات يجب أن تكتسب، رجاء يعني هذا الأمر لكي نكون واضحين فيه. الكتابة ضمن دائرة الاتصال والتواصل أيضا نتناول فيها بعد أن يعني تحدثنا عن أن يعني عناصر الاتصال، تحدثنا عن الرسالة عن المضمون، هنا نتحدث عن المصدر. المصدر هو يمثل مصدر المعلومات المرسلة، وقد يكون فردا يتكلم كما نتكلم الآن إلى حضراتكم، أو يكتب كما يعني أي شخص يكتب مثلا مهني، أنا أقصدها فأنا أتحدث إعلام يكتب في الصحافة، صحافة سواء كانت صحافة مكتوبة أو صحافة ورقية أقصد، أو صحافة إلكترونية، هو يستخدم الكتابة، يستخدم الكتابة للوصول إلى المستقبل، هو أصبح مصدر، المصدر جاء هنا عن طريق الكتابة. قد يكون متكلم كما أشرنا، وقد يكون كاتبا. متكلم كما نشاهد الآن في الإذاعة والتلفزيون، نسمعه في الإذاعة ونشاهده في التلفزيون، أو أنه ما يقدمه الآن وسائل التواصل الاجتماعي. هناك قنوات يعني اعتنى فيها أصحابها، قنوات فردية تتبع شخص معين اعتنى فيها ووضعها على درجة من الجاهزية من ناحية الصوت ومن ناحية الصورة، واستخدم كاميرات متخصصة وبدأ يبث عن طريق فهو يحقق نتائج معينة. لكنه الانتقال من مرحلة العشوائية في الكتابة وإنتاج المحتوى إلى مرحلة الانتظام، خاصة إذا كان مثلا من يصنع هذه القناة هو أساسا إعلامي ويحمل إجازة في الإعلام ويستخدمها لقطاعه الخاص، لأن احنا الآن أمام صراع حقيقي يعني بموضوع تداخل الإعلام التقليدي والإعلام الجديد، على أن يكون الإعلام الجديد إعلام يعني منضبطا ضمن قواعد
تؤهله لكي يكون إعلاما فيه ثقة على الأقل، لأنه المصدر الإعلامي يعني صح يجب أن يكون أن يمتاز يعني باللغة والكتابة والإضاءة والإخراج والاستخدام الصورة بشكل جيد وعلى درجة من الموثوقية على احترام المصادر التي يأخذ منها المعلومات، هنا تعطي يعني شرعية للكتابة، ومن الممكن أن ينتقل فيها إلى مرحلة أن يكون إعلاميا أو أن يكون كاتبا. إذن المصدر هو يمثل مصدر المعلومات المرسلة، وقد يكون فردا يتكلم أو يكتب أو أفرادا أو مؤسسة إعلامية تمتلك محطات الإذاعة والتلفزيون، ولكن غالبا ما يكون الإنسان هو المحول والمجهز للمعلومات. طبعا يعني الآلة لا تشتغل إلا بالعقل الإنساني، بالنتيجة يعني من يشغل هذه الآلة هو العقل الإنساني. من هو صاحب الرسالة؟ صاحب الرسالة هو من يكتب هذه الرسالة ضمن المؤسسة الإعلامية، من يكتبها ومن يقرأها ومن يقوم على إدارة فريق العمل، كل هذا إنتاج المعلومة لإيصالها عبر الوسيلة الإعلامية سواء كانت إذاعة أو كانت تلفزيون أو كان وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي الموجودة الآن. إذن هو يعني يكون المصدر وهو المرسل الذي يعمل على إنتاج رسالة محملة بالمعاني يوجهها عبر وسيلة اتصال آلية إلى الجمهور المتلقي. وفي الاتصال الجماهيري، اتصال الجماهيري يعني الإذاعة والتلفزيون، يمثل المرسل المصدر مجموعة منظمة من الأفراد تعمل على صنع المعاني المتفق عليها فيما بينها في رسالة ينقلها ناطق يمثل تلك المجموعة، والناطق عادة يعني تقدم عبر مقدم البرنامج أو عبر المذيع، أو أحيانا تنقل الرسالة الإعلامية بشكل تكست مكتوب على الشاشة، هي معلومة قام أشخاص من المهنيين داخل المؤسسة الإعلامية بإنتاج هذه المعلومة وتحديدها ووضعها بإطارها المعينة ووضعت بشكل مكتوب على الشاشة، وهذا هو يعتبر مصدر من مصادر إيصال المعلومة. إذن هنا قلنا المصدر، وفي في في هذه الفقرة نقول يتميز عمل المرسل الإعلامي بعدة أمور، أهمها مقدرته على الوصول إلى المعلومات اللازمة من مصادرها المختلفة. عدنا مرة أخرى للحديث، ما نقولكم يعني الإعلام متداخل فيما بينه، يعني عندما تتحدث عن موضوع المصادر في الخبر أنت تحتاج أن تتحدث عن المصادر في إعداد البرامج، أنت تتحدث في المصادر الموجودة ذاتيا عند أي إنسان من يعني الآن أنا الآن اعتبروني مثلا مستقبل وليست مرسل للمعلومة، وكذلك أنا أحتاج لأن أطلع على ردود أفعالكم عن طريق المصدر، أنا راح أستخدم مصدر معين وأنت ستكون أنت يعني بالراجع الذي أنا أنتظره من تفاعلكم مع المحاضرة، أنا سأكون مستقبل أنتظر عودة الموضوع من مرسل آخر كان في لحظة ما هو مستقبل لمعلومة. إذن هذا تداول يعني الإعلام يعني 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 مهنة فيها ألوان كثيرة ومتداخلة فيما بينها. يرجعني هذا الكلام لأنه عندما أتحدث عن أهمية المصادر في قسم الأخبار أنا أتحدث كذلك عن أهمية المصادر في قسم البرامج وعموم المصادر كما شرحناها سابقا. فيتميز إذن عمل المرسل الإعلامي بعدة أمور، أهم هذه الأمور مقدرته على الوصول إلى المعلومات اللازمة من مصادرها المختلفة، اختيار جزء من هذه المعلومات وإعدادها بالشكل الذي يناسب أهدافه ويلبي احتياجات الجمهور في آن واحد، هذا أمر واضح. لذلك فإن المصدر أو المرسل يلعب دورا مهما في إنجاح العملية الإعلامية إذا ما توفرت فيه خصائص معينة، ومن أهم الخصائص اتصافه بالمصداقية وتحدثنا عنها، بالمصداقية وقدرته على توليد الثقة في المتلقي. علاوة على ذلك فإن تكامل شخصية الإعلامي وتحليه بصفة أو بصفات إيجابية ستؤدي هي الأخرى إلى نجاح الاستراتيجيات والأساليب التي يستعملها بصورة فعالة. فقط يعني أنا أشير إلى نقطة يقول فيها يعني هنا النص، قدرة المرسل على توليد الثقة في المتلقي، سنشرحها في باب آخر بعد دقائق طبعا، لأنه هذا الموجود في موضوع المستقبل، يعني كيف أنت تصل إلى المستقبل بعد أن تبني جسور الثقة فيما بينك وما بين المستقبل، لأن الرسالة دون وصولها إلى المستقبل ليس لها معنى، لأنه الهدف النهائي من الرسالة هو وصولها إلى المتلقي. طيب
نأتي هنا إلى الموضوع الرسالة، فنقول الرسالة التي نريد أن نوصلها هناك. أنا أريد على سبيل المثال أن أوصل هذه الرسالة مكتوبة. أنا أقوم فأكتب أي موضوع معين وأبعث هذه، أبعثها مكتوبة، لنفترض أنها مكتوبة قبل أن نستطيع أن نستخدم الرسائل عبر التليفونات أو عبر وسائل التواصل. هذه الرسالة يجب أن تتمتع بالمواصفات التي تجعلها جيدة الوصول إلى الطرف الآخر. ننطلق من الورقة، أنا أريد الآن أن أبعث رسالة عبر واتساب، عبر تليجرام أو أي وسيلة من الوسائل، ينطبق عليها مفهوم الرسالة. فكيف إذا كانت هي رسالة إعلامية متكاملة تخاطب الرأي العام، تخاطب الملايين، وتستقر في وجدانهم وتبقى محفوظة في دور الحفظ والنشر وفي هذا أمر خطير. إذن الرسالة يجب أن تتمتع بمواصفات عالية لأنها تخاطب ضمائر وعقول الناس. ولهذا نقول تتألف الرسالة من مجموعة رموز لفظية وغير لفظية مفيدة، تكون في الأغلب لغوية، يتم اختيارها بصورة منظمة بقصد إيصال المعاني من المرسل إلى المتلقي. إذا كانت كتابية يجب أن تتمتع بدرجة عالية من الصياغة ومن الوضوح ومن الإملاء الجيد ومن تضمينها ما هو طيب يصل إلى الناس بشكل واضح ويزيل عملية الغموض. هذا كان، وإذا كانت صوت، أنا يعني الآن أتعامل بالصوت، يعني الواتساب رسائل صوتية، صوت. من هو القادر على أن يوصل رسالة صوتية جيدة؟ هو من يمتلك اللغة الجيدة ويمتلك المعلومة الجيدة ويمتلك الحجة الجيدة، هنا يستطيع أن يوصل رسالته بشكل جيد باستخدام إيش؟ باستخدام صوته. هناك رسالة مكتوبة وهذه رسالة صوتية، وهناك رسالة طبعا مصور، يجلس أحدنا أمام ويتحدث. نفتح برامج الآن، يعني عندنا برامج احنا ممكن نسجل ونبعث مصور، وأحيانا على الهواء ندخل زوم وندخل ميت وندخل مواقع كثيرة الآن، يعني أو يعني برامج مصورة. كيف أنقل رسالتي بشكل جيد؟ أنقل رسالتي جيد لا سمح الله أنا وأنت وأي واحد بالجهل مثلا، بالمعلومة بالخبر. أنا لا أدخل بدائرة اتصالية إذا لم أكن أعرف ماذا أريد، وهذا ما أريده يجب أن يكون جيدا لكي أوصله بشكل جيد. يجب أن تكون مخارج حروفي جيدة، يجب أن تكون تعاملي، إشاراتي، حسنيتي، الصدق، كل هذه يعني تبان عند الطرف الآخر. لذلك يعني الرسالة في حد ذاتها يعني يحتاج لها الكثير الحقيقة من الحديث. لكنه هل الرسالة أو الحديث عن الرسالة المطلوب أن من يتحدث به مثلا أيمن خالد لمدة 5 دقائق أو 20 دقائق أو ربع ساعة؟ لا، الرسالة عندما نقول الرسالة تحتاج إلى لغة جيدة، يعني اذهب إلى الأماكن التي تتعلم فيها اللغة الجيدة واكتسب هذه المهارة. أو أنا أقول مثلا يجب أن يكون الحضور جيد، أخي احضر بشكل جيد عندما تحضر بمجتمع معين أو على دائرة تلفزيونية، يعني خلي يكون الحضور مناسبا لطيفا، أنت مهيئ لهذا الأمر، ظروفك مهيئة لهذا الأمر. هذا كله تجويد للرسالة. يعني هل مطلوب والله أنا ألاحظ الآن، وأنا كنت يعني تحدثت ربما في مكان معين، أنه الناس يعني من سنة سنتين ثلاث بدأوا يتداولون هذه البرامج المفتوحة فيما بينهم ويقدمون محاضرات، والله أساتذة كبار الحقيقة، وهذا مش يعني هذا ملتزامنا أن نقدهم إعلاميا، هذا شغلنا، يعني إحنا يعني متخصصين بمجال الإعلام، لكن الآخرين ربما غير متخصصين بموضوع الإعلام، فيظهر يقدم محاضرة وتكون قد يكون مضمون المحاضرة جيد جدا وأحيانا علماء، لكن يا أخي أنه أنت الآن المجتمع يتغير، الحديث الآن إلى البرامج الموجودة اللي هي الزوم والميت كما أشرنا وغيرها من هذه البرامج، أنت تظهر فيه كما تظهر في التلفزيون، ويتداول المقطع الذي تتحدث فيه يتداوله الملايين، أحياناً مئات الآلاف، عشرات الآلاف. يا أخي أظهر بالمظهر الحسن، اجلس واجعل يعني لك خلفية مناسبة، البس الموضوع يعني لباس يعني مناسب للكلام. هذا كله يأتي من ناحية إيش؟ المرسل والرسالة، تجويد الرسالة.
ألقيها بشكل جيد، اعتني بموضوع اللغة. هذه المهارات اللي يقول عليها يعني هي ليس للتداول فقط والسلام عليكم، لا، هي للتطبيق خاصة في مجال الإعلام. يعني شئت أن تكون إعلاميا تدرب على هذه الأمور يا أخي، أن تكون في مستمع فقط لا تضيع يعني وقتك، لكنه من الضرورة عندما نستمع شيء يعني كي لا يضيع إلا الوقت نطبق هذه المهارات. وكيف نطبق هذه المهارات؟ بالتدريب والتعلم والتطوير والممارسة والاستمرارية في المجال الذي ندخل فيه. مجموعة يعني أمور كثيرة نتحدث فيها بهذا الأمر. إذا تتألف الرسالة لمجموعة رموز لفظية وغير لفظية مفيدة تكون في الأغلب لغوية، تم اختيارها بصورة منظمة بقصد إيصال المعاني من المرسل إلى المتلقي. وإذا كان الهدف من الاتصال إيجاد معاني متماثلة عند المشاركين متماثلة، يعني تكون يعني متقاربة، لغة متقاربة، حديثي إليك حديثي لمن يقترب من فهم مصطلحاتي ومعاني وكلامي وإشاراتي أو يقترب من هذا الأمر. فإن ذلك التماثل لا يمكن أن يحدث بشكل كامل لأسباب لها علاقة باللغة خاصة، وأن الخبرة الشخصية تضفي على المعاني خصوصية تختلف من شخص إلى آخر. نعم، لكن التقارب جهد الإمكان أن يكون في خطابنا الإعلامي أو الاتصالي مع الجهات المستقبلة. فالمعنى يأتي من خبرة الإنسان مع الرموز ومن تمثيل الرموز لشيء معين، وأخيرا استخدام ذلك لتحقيق أغراض وأهداف معينة. إذن تتألف الرسالة من ثلاث عناصر كما قلنا: الرموز، المضمون أي المعاني والأفكار للتعبير عن هدف، والمعالجة أو الأسلوب وطريقة التقديم. ونتحدث يعني أيضا عن موضوع التشويش. التشويش هذا أخذناه لكنه سنركز عليه كمهارة. نعم، مهارة في دول تعمل تشويش، هناك كانت أقوى وسائل الإعلام المستخدمة بالإعلام المضاد هو التشويش على المحطات الإذاعية التي كانت هذا الموضوع. التشويش كان في يعني الثمانينات السبعينات بالستينات، زمان كان عندما كانت الإذاعات الموجهة تأتي إلى الدول من الصغيرة من الدول الكبرى، كانت يعني الدول تحاول الدول الحقيقة أن تحصل على أدوات تشويش وصول الإذاعات. وكنا تتذكرون يعني أو يتذكر البعض يعني نرفع أريال الراديو ونوجهه باتجاه معين، هذا كله كان تتعرض إلى التشويش لكي لا يصل الخطاب الإعلامي من جهة إلى جهة أخرى. هو نفسه هذا التشويش يعني يحدد من أثر أو قيمة الرسالة أو وصول الرسالة. أحيانا التشويش سأقرأه على حضراتكم يعني وأشرحه بعد، هو التلوث الذي يطرأ على الرسالة بسبب دخول أشياء إضافية عليها دون قصد من المرسل أو أحيانا بقصد. إن هذا التلوث يؤدي يعني عفوا القصد من الجهات التي تقوم بالتشويش، إن هذا التلوث يؤدي إلى تغيير معنى الرسالة أو عدم فهمها فهما صحيحا. وهناك نوعان من التشويش: ميكانيكي ودلالي. والميكانيكي يتعلق بالقناة، أحيانا قناة معينة يعني ليست لديها القدرة على أن توفر يعني من المعدات ما يجعل نقل الرسالة بشكل واضح لضعف معين ربما يعني بالقناة، أو لجهل يعني في من يقوم على إدارة هذه القنوات أو هذه المؤسسات. وهناك تشويش بالمعنى الآخر، ويشير تشويش القناة في إلى التداخل الناشئ عن استخدام الأجهزة الآلية، وكثيرا ما ينتج عن التشويش الآلي عدم الوضوح. والدلالي هو التشويش المعنى، ويعني عدم القدرة على تفسير الرسالة تفسيرا صحيحا بحيث يفهمها المستقبل فهما خاطئا. ومن الأمور التي تسهم في إحداث التشويش المعنى سنتطرق إليها، لكن دعوني أقول لكم يعني هو مختصر هذا الأمر. هناك تشويش أحيانا مرسل الرسالة ليس لديه القدرة أو الإمكانية أو العناصر التي تجعل رسالته جيدة، هذا هو تشويش داخلي، تشويش ذاتي. وهناك ما تقوم به المؤسسات أو تكون المؤسسات عاجزة عن نقل الخطاب بشكل جيد لضعف في الآلات الموجودة، فهو كذلك يؤثر يعتبر تشويش. هناك تشويش خارجي أحيانا خارج عن موضوع الآلة وموضوع الشخصي، إذا ما حدث يعني أمر معين مثلا طائرة اقتربت بشكل مثلا صوت هذه الطائرة قد يدخل الآن تشويش أن نسمعه أحيانا أو نسمعه في المناطق التي تقدم منها البرامج عبر وسائل التواصل إذا كان قريب من المطار أو كان في قريب من الشارع، كل أدوات تشويش لأنه تنسى تكون مسموعة وتؤثر على الرسالة. إذن
نقول ومن الأمور التي تسهم في إحداث تشويش المعنى استعمال مفردات غير مألوفة، يصعب على المستقبل فهم هذه المفردات، وهذا يوازي تقديم مواضيع لا تتوافق ومستوى الجمهور المستهدف. يعني إما تكون العبارة غير مفهومة عند مطلق العبارة، وإما يكون مستقبل هذه العبارة غير قادر على فهم ما أنا أتحدث به لعدم وجود التماثل والتقارب فيما بين المرسل وما بين المستقبل، عدم وضوح قصد المرسل وماذا كان يعني من رسالته، فيفهم المستقبل الرسالة بطريقة مغايرة لما أراد المرسل في الأصل. نحن يعني سوء فهم لماذا أو أنا لم أفهمك أو كذا، هذا طبعا كله يأتي ما بين الفرق الحقيقة ما بين لغة وخطاب المرسل ولغة وخطاب المستقبل. كذلك فإن التشويش يمكن يحدث أحيانا بسبب عوامل متعلقة بتشتيت الانتباه وتوزيعه، وفي كل الأحوال ينجم عن التشويش ضياع المعنى كله أو بعضه، ويؤدي ذلك بالتالي إلى تغيير المعنى المقصود، فلا يحدث تماثل في الأفكار أو تطابق فيما بينها عند المرسل والمتلقي، وتكون النتيجة أن يفقد الاتصال فعاليته. وهذا الأمر الذي نقوله بأنه يجب أن يكون الاتصال دائرة الاتصال متكاملة حتى تصل إلى درجاتها الحقيقية. لدينا الوسيلة، وهي الوسيلة الآن أنا أستخدم في نقل يعني خطابي إلى حضراتكم عبر كاميرا موجودة، وأعتقد أن هذه الكاميرا من النوع الجيد، يعني هي أمامي مواصفاتها يعني، وأنقل لكم طبعا يعني، وأستخدم اللابتوب والوسائل الأخرى اللي هي النيك مايك هذا الصوت، كلها وسائل، هذه وسائل لنقل الرسالة إلى حضراتكم. كلما كانت هذه الوسائل جيدة كلما كان الخطاب الواصل ما بين ما بين المرسل وما بين المتلقي تعتبر جيدة، وهذا الأمر ينطبق أيضا على ما موجود داخل المؤسسات سواء الإذاعة أو سواء التلفزيون. يجب أن تكون مثلا يعني أجهزة الإرسال الاستقبال بالنسبة للإذاعة والتلفزيون بشكل جيد، الاستوديوهات بشكل جيد، الإضاءة بشكل جيد، كل هذه هي تساعد الوسيلة في نقل أو تساعد أو تعتبر جزء من الوسائل الناقلة لكي تستطيع أن توصلها بالنتيجة إلى من؟ إلى المستقبل، لأنه كل يعني ضياع كل واحدة من هذه العوامل هو هدم من جرف أو قيمة الرسالة. كل ما كانت الرسالة جيدة بمحتواها وبشكلها وبمضمونها وبمرسلها وبأدواتها، كلما كانت درجة الوصول إلى المستقبل جيدة ومهمة. ويبقى لدينا المستقبل الذي هو يتلقى الحقيقة الرسالة الإعلامية، كذلك هناك يعني ما يفتح الآفاق عالية لوصول الرسالة بشكلها الجيد إذا ما كتبت بشكل جيد وأصيغت بشكل جيد واعتمدت الوسيلة الناقلة لها بشكل جيد تصل إلى المستقبل. ولكن أي المستقبل الذي يكون هناك نبحث في ظروف المستقبل أن نكون على درجة من التقارب، من نخاطب نعرف عنه الكثير، هل العينة المخاطبة هي عبر دائرة الإذاعة أو التلفزيون، يكون الخطاب هنا يعني أكثر مجهولية لأنك ستخاطب أعدادا مختلفين في الأفكار والأشكال والأجناس، أو أنك تخاطبهم بوسائل أنت تستخدم خطاب مباشر يعني خطاب ذاتي بين العفو خطاب شخصي ما بينك وبين شخص آخر، أو خطاب ثنائي وجاهي، أو ما بينك أو متحدث يتحدث إلى جمهور عام. كل وسيلة أو كل عملية اتصالية لها حدودها طبعا، لكن يبقى المستقبل مدى وصول الرسالة إلى المستقبل تعتمد على الأطراف التي سبق ذكرها، وهي الرسالة المضمون اللي هي الرسالة المضمون المرسل والواسطة، والواسطة يجب أن تكون من دون تشويش طبعا لكي تصل إلى المستقبل، والمستقبل بالنتيجة هو يعني متلقي هذه الرسالة. كيف تصل له هذه الرسالة؟ تصل له بعد أن عرفنا يعني كيف نتقارب مع المستقبل، ولكن هل الرسالة وصلت إلى هذا الحد وفقط؟ لا، يجب أن تؤثر أن تصل إلى المستقبل وتؤثر في سلوكه. ولكنه وكيف أعرف أنها أثرت في سلوكه؟ أعرف إذا كان اتصال وجاهي من خلال التعامل المباشر معه، أما إذا كان هو يعني ضمن عينة يعني معينة من خلال استمارات الاستبيان والراجع الذي يعود إلي مرة أخرى، وأفهم من خلال هذا الراجع أن الرسالة وصلت وأهمية الرسالة أن تصل
ولا تقف على أهمية عند هذا الأمر. الأهم أن تصل إلى المستقبل وتؤثر أن تصل وتؤثر على سلوكي أو تغير من سلوكي تجاه ما نريد. والراجع والتأثير وردود الفعل كأشرت لها أنا ضمن يعني أنه يعني بعد أن تصل الرسالة إلى المستقبل يعني نحن نحتاج هنا إلى أن نعرف هل وصلت فعلا وتأثر فيها أو أثرت فيه هذه الرسالة، نعرفها عن طريق التأثير وردود الفعل والراجعة، ويسمى التغذية الراجعة أو العكسية أو رجع الصدى، وهو يعني رد الفعل الذي يبديه المتلقي استجابة لما يكون المرسل قد أرسله من معلومات ورسائل، ويساعد هذا في إحداث مزيد من الضبط فيما يتبع من اتصال. يعني عودة الرسالة أو عودة أثر الرسالة من المستقبل إلى المرسل أساسا تكون فائدتها للمرسل عالية، لأنه سيقيس من خلالها طريقة خطابه كانت ناجحة، ناجحة شكل 30% يوصلها إلى 40%، هي ناجحة بدرجة 50% يوصلها إلى 70%. كلما تكون الدائرة الاتصالية متكاملة كلما ترجع بالأثر الممتاز والطيب لمن؟ للمرسل، لأنه المرسل عندما يريد أن يطلق الرسالة إنما هو يريد أن يحقق دائرة اتصالية متكاملة، فكلما تكون الدائرة الاتصالية متكاملة يكون المرسل على درجة حقيقة من ضبط الرسالة ما بين مرة وأخرى، حتى يصل إلى أعلى درجة من وصول رسائله إلى المستقبلين. طيب احنا قلنا الإرجاع والتأثير ورد الفعل، وأخيرا هذه كلها تابعة طبعا أنا شرحتها. أخيرا وصلنا إلى نهاية هذه المحاضرة الحقيقة، وهي محاضرة نراها مهمة جدا، يعني تقوي وتمنح الكاتب يعني كيف أنه يكتب، تحدثنا عنه في البداية كيف يكتب ويجود في كتابته، وكيف تكون له القدرة بعد عناء من الكتابة والجهد والبحث والتعلم أن يوصل هذه الرسالة، لأنه ثقوا أحيانا في ناس تكتب بشكل جيد ولها القدرة على الكتابة لكن لا تكمل الدائرة الاتصالية بمناسبة جهلها بوسائل الاتصال، جهلها بوسائط الاتصال، وسائط الاتصال تكمل جودة الكتابة والمجهود. إلى هنا لن نقف عند نهاية هذه المحاضرة، فأنا أشكر حسن متابعتكم ونلتقيكم بإذن الله تعالى في محاضرات أخرى. شكرا جزيلا.